يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا أصل لهذا، ليس من آداب التلاوة قول صدق الله العظيم. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل: وإذا قرأت فقل صدق الله العظيم. هذا مما اعتاده بعض الناس وليس له أصل. نعم.